المرصد الأوروبي للإعلام والدبلوماسية الموازية ورئيس هيئة مغاربة العالم للورش التنموي الجديد. الحاجة هو نشكر الشعبين الشقيقين المصري والمغربي على الروح الرياضية العالية اللي تمتلت، ولكن تتبقى دائما الفريق الرجاء البيضاوي اليوم كانت عنده نقص في الكونديسيون فيزيك، هذا هو اللي أثر على مجريات اللقاء كما شاهدنا في اللقاء ديال الوداد بالامس، وهو النقص التام للفريقين القدرات البدنيه. اللقاء كان اليوم مفتوح وكانت شوطين، شوط الزمالك وشوط الفريق الرجاء البيضاوي، وكانت اللقاء مفتوح حتى الدقيقه 90، ونتمنى الله سبحانه وتعالى الفريق الرجاء البيضاوي في الروتور يعطينا، وحنا متعودين على فريق الرجاء البيضاوي تيدير لنا المفاجات، ونتمنى من المدرب باش يدير حد خطه اخرى باش ينزع هذا الانتصار اللي حنا انا بعدا كشخصيا كمحب للفريقين الوداد والرجاء البيضاوي، حنا دائما في الروتور تنديروا مستحيلات، ونتمنى الله سبحانه وتعالى الفريق المصري هو يكون بخير وعلى خير، تكون اللياقه البدنيه العاليه للفريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي في الروتور ان شاء الله، هذا هو اللي نتمناه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى بيوم رئيس جمعيه الاهرام للجاليه المصريه بالمغرب، ونتمنى طبعا بنشكر الشعب المغربي وبنشكر الإدارة بتاعت الكاف وبنشكر سيلكاجع وبنشكر الأمن المباريتين الاثنين الجمال دول، وبالنسبة احنا كمننا بنمثل كمصريين هنا في المغرب بوجه الشكر لجميع الجاليات المغربية على مستوى العالم، ونقول للرجاويين هارد لك، الوداديين هارد لك، وهي دي الكورة، مر عليك مر عليا، وإن شاء الله لو هم عندهم أفضل إن شاء الله يقدروا يقدموه في مصر، ونتمنى ان شاء الله اللي هيلعب احسن واجمل هو اللي يقدر يفوز باذن الله. تفضل. تفضل. والله هو الماتش النهارده كان ماتش جميل، متعونا باللعب، الزمالك لعب جيم حلو، الرجاء لعبت اخر ربع ساعه جيم على مستوى عالي، كانوا هم طبعا اللي هيكونوا هم الافضل، لو كانوا اتعادلوا 1-1 كانت المباراة هتتفتح احسن وافضل يعني، بس هنقول لهم، نقول للكابتن السلامي هارد لك، نقول للعيبة هارد لك، وللجمهور الجميل الرجاوي اللي انا بحترمه، وانا بعشق اللعب الرجا يعني.